أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قصة الغلام الذي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم مع الساحر والراهب، فالغلام أراد منه الراهب أن يكذب على أهله وعلى الساحر. يقول: في قصة الغلام الذي أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته مع الساحر والراهب، هل يتخلص من ظالم؟ هل يتخلص من ظالم؟ يدخل في التخلص من الظالم، فالغلام يريد أن يتخلص من الظالم. نعم.